ومن عدن ينضم إلينا الصحفي قيس الشاعر. سيد شاعر، هل لك أن تضعنا في آخر التطورات في عدن؟ نعم، الآن الوضع في مدينة عدن مستقر بعد الحوادث التي شهدتها مدينة عدن صباح اليوم، والتي أدت مثل ما قلتم إلى 15 مجند من قوات التحالف. تلك الانفجارات التي هجت أرجاء العاصمة عدن تأتي على خلفية الانفلات الأمني الذي تشهده محافظة عدن منذ حسم المعركة فيها في شهر يوليو وإلى الآن، ولا زالت الحكومة عاجزة عن القيام بأي دور أو إعادة تلك المؤسسات الأمنية لضبط الأمن وأيضا الأجهزة الاستخباراتية أجهزة الدولة. هنا في مدينة عدن مثل ما قلت أن الانفلات الامني منذ اشهر والمدينه خاليه من الاجهزه الامنيه ايضا ومن المرافق الامنيه عدا بعض المرافق التي عاد تاهيلها الهلال الاحمر الاماراتي وغيرها من المرافق التي خاويه على عروشها. نعم. نعم، هل تعني هذه الهجمات ان عدن لم تعد موطئ قدم امن بالنسبه لهذه؟ بالنسبة للرئيس هادي، عدن بطبيعتها هي مؤمنة، ومثل هذه الحوادث أتت في هذه المرحلة لحجب حسب ما يرى بعض المحللون تأتي بصدد حجب المعارك وعمليات الحسم التي تقوم قوات التحالف في مأرب وتقدمها في مديرية صرواح وأيضا حسم المعركة في باب المندب. الرئيس هادي هو مؤمن بقوات التحالف هي التي تؤمن تواجده في المدينة بناء على معلومات استخباراتية تستمدها من الواقع. نعم. نعم، الصحفي قيس الشاعر كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.